وسط ارتياح وترحيب استقبل الفلسطينيون البيان المشترك ل18 دولة من أوروبا ودول الكاريبي وأمريكا اللاتينية، والذي أكد دعمه لمنظمة الصحة العالمية فيما عملته وتعمله لمواجهة فيروس كورونا. هذا البيان مهم جدا لأنه يظهر أن دول العالم كلها تقف إلى جانب منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن مقاومة وباء الكورونا بدون تعاون العالم، لأن الوباء عالمي ولا يمكن مقاومته بجهود دولة منفصلة. ولا يجوز أبدا المس بمنظمة الصحة العالمية في وقت تقوم بدور هام جدا فيه في مقاومة وباء الكورونا. البيان المشترك الذي كما يرى الفلسطينيون يعبر عن ردة فعل دولية هامة ويجب أن تنضم إليه كل دول العالم لمواجهة خطر يتهدد الجميع، وليس كما تقوم بعض الدول بتوجيه الانتقاد والتهم للمنظمة. موقف يجب أن تلتزم به كل الدول وكل الأعضاء في المجتمع الدولي، لأنه يعني منظمة الصحة العالمية هي يعني تجربة مشتركة للبشرية في مكافحة هذا الوباء، وبالتالي يجب أن يقدم العالم الدعم السياسي والمعنوي والمادي أيضا لمنظمة الصحة العالمية من أجل وضع حد لانتشار هذا المرض. واعتبر المسؤولون الفلسطينيون بأن هذا البيان من دول هامة وذات وزن عالمي رد واضح وصريح على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وتأكيد بأن الأحادية التي تتعامل بها مرفوضة. العالم اليوم عالم متعدد الأقطاب، هناك الصين، هناك روسيا، هناك دول الاتحاد الأوروبي، هناك الدول النامية المختلفة، ولا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع العالم كأنه له سيد واحد ودولة واحدة تحكمه. ولكن ترامب للأسف الشديد يقوم بخروقات عديدة، بدءا من المس بحقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاءا بالمس بالمنظمات الدولية المهمة جدا. الدعم والإسناد الكبير الذي حظيت به منظمة الصحة العالمية من دول فاعلة ووازنة في النظام الدولي يؤكد بمدى أهمية ما تقوم به هذه المنظمة، ويجهد كل محاولات الأحادية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على العالم والمجتمع الدولي. محمد الصنور، سي جي تي ان العربية، رام الله.